sein des sociétés et lutter contre la fraude de manière. Les employés sont enfin invités. Bonjour. الهيئة اللي راح تباشر أعمالها راح تقوم يعني بإرساء يعني الشفافية وكل يعني الـ 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 يعني العدالة والحياد في كل يعني لي براتيك يعني تاع المجمع وكل القواعد وكل الإجراءات اللي نقوموا بها راح يكون كذلك كأداة إنذار لكل يعني المخاطر فيما يخص التسيير وخاصة وبعبارة يعني واحدة يعني أخلقت التسيير على جميع الأصعدة.